في ايه ده؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ في هو في مبروك يا سليم. مبروك ليه؟ انا اديتك جايزة احسن موظف في الشركة. ياه؟ طب ما فيش درع او حاجة يعني؟ وبعدين انا بقالي كام يوم شغال في الشركة، ازاي خدت جايزة زي دي؟ في الكام يوم دول انت حققت اعلى نسبة ارباح في الشركة من ساعة ما اشتغلنا لحد النهاردة. ياه؟ وبالمناسبة دي انا عزمكم النهاردة على سهرة جامدة جدا. مبروك يا سليم. مبروك. شكرا يا جماعه. دي احلى سهره قضيتها في حياتي بجد، ميرسي قوي ليكي. لا انا ما عملتش حاجه على فكره، البركه في سليم. ميرسي قوي يا سليم، انت حقيقي عبقري. شكرا. استاذ سليم فعلا عبقري. شكرا جدا. ايه مبسوط؟ يعني اول مره اجي مكان غامض كده. تحب نرقص؟ لا ارقص ايه، ما ارقص. اموت واعرف يا استاذ رمزي انت ايه حبك في الاماكن الفظيعه دي. بقول لك ايه، انا جيت الجو الحزن بتاع الندوه بتاعك ده وما اتكلمتش، تعالى ملعبي شويه. وبعدين دكتور شينا قال ايه، خليك القائد بتاعي وانا خليك القائد بتاعي، تعالى حياتي. يعني لو تسمح لي استفسر استفسار يا استاذ رمزي، يعني انا ممكن اتعلم ايه من حضرتك في المكان البشع ده؟ عايزك تبقى صياد، تجيب البيت. متفقين بلاش الفاظ خارجه؟ يا ابني الطارق دي شتيمه، دي صفه، الواد طارق تحسه طارق نفسه. وبعدين هي مين الترمويه اللي معايا دي؟ ترمويه؟ مالناش دعوه يا استاذ رمزي. مالناش دعوه ايه؟ ده الموضوع وسع يا صاحبي. انت بتكلم مين؟ رايح عشان الجو مريح. انت فين يا ندوش؟ بقول لك يا ولاد الطارق فين؟ عنده شغل. ده انت اللي شغل والله. ده عايش هنا في الكيوي وليش دعوه بالدنيا. معاه ترماي. ايه؟ بقول لك في كلاب واحد مع واحده ترماي. في نايت كلاب مع واحده؟ انا وجنبه. طب اقفل. اقفل والنبي، ده بيقولوا عنده شغل، اقفل. برضه بتقل مني. ماشي.